اهلا بكم مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء الصباحي سنتحدث واياكم عن سيكولوجيه الاشاعه. على كل حال الاشاعه هي معلومه او خبر قد تكون صادقه او كاذبه او مبالغ فيها بتنتقل من شخص الى اخر وشو ما كانت هي صادقه او كاذبه هي عباره يعني عن موضوع ما في معلومه جديده او نظريه جديده مفيده هي عباره عن اخبار تتناقل بين الاشخاص بكل احوالها تداولها وتناقلها والاضافات عليها قد تؤدي الى نقاش هادم وجدال غير بناء وبالتالي قد تعمل فوضى وضوضاء في المجتمع بشكل عام، علينا ان نعلم ونعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الاشاعه او مفهوم الاشاعه بشكل عام. على كل حال ضيفنا الكريم عنده تفاصيل اكثر في موضوع سيكولوجيه الاشاعه من منطلق انها تعمل ضمن مفاهيم علم النفس، فضيفي الكريم بدي اعرفكم عليه وارحب فيه الدكتور عاطف الشواشره، استشاري في مجال علم النفس ودراسات الاسره في مؤسسه نور الحسين اهلا مرحبا بحضرتك مصر اكيد مصر عندك مصر. تفاصيل اكثر على سيكولوجية الاشاعه احنا بنعرف ويعني احيانا الظروف تكون مناسبه تماما لنمو وانتشار الاشاعه بشكل اكثر من ظروف اخرى تمام. خلينا في البدايه بدي اعرفها دكتور من ناحيه علم النفس كيف تعرفون الاشاعه او شو مفهومها النفسي تمام صباح الخير لك ولجميع الاخوه والاخوات المشاهدين. الاشاعه هي خبر او قصه كما ذكرتي في مقدمه حضرتك، خبر او قصه تنتشر بين الناس بصوره غير اعتياديه وهذا الخبر او القصه يتسم بالتشويق والاثاره ويجد بيئه خصبه بين الناس للتداول لانه يحقق لهم الكثير من الاشباع العاطفي احيانا. ويحقق لهم المزيد من الاثاره ومزيد من التشويق فيما ينقلونه يعني بين بعضهم وبالتالي نحن أمام خبرة معرفية متداولة هذا من الناحية النفسية خبرة معرفية متداولة بين الناس لا يعرف الناس إذا كانت هذه الخبرة صحيحة صادقة خاطئة مشوهة أحيانا فيها بعض الصحة وفيها بعض الخطأ في أحيان أخرى فإحنا نتحدث أمام موقف نفسي غامض لكنه يجد الشخص متعة في تداوله وفي نقله لأنه ربما الشخص الذي ينقل هذا الخبر آه يجد أحيانا أنه هو محط اهتمام فيعني لا يألو جهدا في أنه يتداول هذا الخبر ويصبح آه يعني محط آه أو مجال لتداول الحديث وللتعاطي الاجتماعي بين الناس هذا من الناحية النفسية يعني أنت بتحكي عن آه بتحكي عن خبرة آه مشوهة غير مدركه بصوره صحيحه والناس بيستمتعوا في نقلها لاسباب متعدده واسباب كثيره واحيانا يعني انا زي ما قرات عن الموضوع انه في ناس حاولوا يعملوا دراسات عن الاشاعه فاثاروا خبر في مدرسه انه اسئله امتحانات تسربت الرياضيات تمام فسربوها بدهم يعرفوا كيف بتصير الاشاعه فكان يومها بالصدفه تم فصل طالب او طالبين فلما راحت الاشاعه انه تم سرقه اسئله الرياضيات مثلا ولأن الطالب الفلاني هو اللي سرقها وتم فصله هكذا بتصير الإشاعة بتنبنى على مواقف ببنوها يعني كيف بنعمل هالسيناريو لموضوع الإشاعة وفي إلها مرتكزات يعني أحيانا الإشاعة بيكون لها مرتكزات هلأ كيف تنشأ الإشاعة ولماذا تنشأ الإشاعة صحيح سؤال جميل أولا يعني خلينا نفكر بموضوع كيف تنشأ الإشاعة نحن نتحدث هنا عن نوعين من الاشاعه الاشاعه العفويه التي تصدر بين الناس بصوره غير مخطط لها وهذه اشاعه تحدث نوع من البلبله وتخلق نوع من الفبركه بين الناس وبالتالي هي بتصير زي كانه عباره عن يعني شخص يخلق حدث والاخرين يتناقلون هذا الحدث وهذه تكثر اكثر في المجتمعات الغير متعلمه وخطورتها انها هي عباره عن مصدر للكذب ومصدر احيانا للاساءه لشخص معين او الاساءه لجهه معينه. هذه اقل خطوره، الاشاعه من النوع الثاني وهي الاكثر خطوره هي الاشاعه المخطط لها وهي تكون مقصوده ومنظمه وتقف خلفها جهات ويتم بناء الاشاعه بصوره يعني دراماتيكيه وبصوره نفسيه بحيث انه بتعزف على وتر معين موجود عند الناس. آه هي يعني كيف تحدث؟ تحدث بهذه الطريقه، يعني واحده من طريقتين، اما بصوره عفويه ويتناقلها الناس آه خلينا نسميه رجل الشارع الغير متعلم او الغير اللي ما عنده منهجيه تفكير علميه منظمه آه للتحقق من المصدر او للتحقق من المعلومه، وقد تكون زي ما ذكرنا آه يعني بصوره ممنهجه. الان الحاله الاولى احنا بنحكي عن آه مبدا نفسي المبدا النفسي الذي يفسرها هو انه كل الناس كل الناس على اختلافهم وعلى اختلاف مستوياتهم المعرفيه وعلى اختلاف مستوياتهم الاكاديميه والمهنيه يميلوا الى اكمال الخبرات المعرفيه الناقصه يعني اي شخص فينا بيسمع قصه فيها ثغره معينه طبيعه العقل البشري اكتب نشط جدا فهو يميل الى اكمال هذه المعلومه الناقصه اللي بيصير انه تحدث قصه بين الناس فيها شيء من التثويق او من التشويق او مخالفه لمبدا من مبادئ المجتمع يعني فبيبدو الناس يتناقلوها لانه فيها اختلاف عن ما هو مدرك في من القيم او فيها اختلاف عن ما هو شائع بين الناس وبيبدا كل شخص يمسك هذه القصه ويضيف عليها من خبراته القديمه او يضيف عليها من يعني شيء من التفاصيل التي يعتقد هو انه هذه التفاصيل مهمه وهي غير موجوده فهو <applause> يعني يضيف ايوه بيملى الفراغات كلها وبالتالي يعني المبدا المعرفي اللي بفسر انه احنا حتى تستقيم القصه وتركب بشكل مظبوط من الناحيه المعرفيه في بنائنا المعرفي لازم نضيف عليها من ذاتيتنا خليني بس أحكي لك عن تجربة بسيطة وهذه التجربة واحدة من التجارب اللي عملناها مع طلاب علم النفس في الجامعة الأردنية لما كنت أدرس في الجامعة الأردنية <applause> كانت واحدة من التجارب جبنا قصة وموجودة على صفحة واحدة وحطينا فيها عشر أحداث أنا كنت يعني متعمد أن يكون في هذه القصه عشر احداث، بعدين جبنا شخص عشوائي من طلبه الجامعه وطلبنا منه انه يمسك هذه القصه ويقراها ويكتبها مثل ما قراها. فالطالب الاول كتب القصه مثل ما قراها، بعدين اخذنا اللي كتبه هذا الطالب وعطيناه للطالب رقم اثنين، قلنا له اقرا القصه واكتبها مثل ما قراتها. الطالب رقم اثنين كتبها، ضلينا نعمل هيك من واحد لواحد لو وصلنا لرقم عشرة لما وصلنا لرقم عشرة أخذنا القصة رقم عشرة كانت نسبة الاختلاف أكثر من تسعين كل واحد <applause> طب فيهم بناء على إيش؟ بناء على أنه آه، أنت بتمسك شيء أول شيء شيء من الأحداث يسقط بفعل النسيان من القصة وبالتالي أنت بتضيف من عندك وثانيا في بعض الناس يعني في عمليات معرفية دماغية نشطة عند بعض الناس اللي هي البناء هذا البناء الإكمال يعني بحب دائما أنه حط لمسته في الموضوع <applause> فلما وصلت لرقم عشرة كان كثير من الأشياء أضيفت للقصة وكثير من الأشياء سقطت من القصة فما بالك بالإشاعة لما بتصير قصة مختلقة وبتمشي بين آلاف البشر يعني كل واحد يحط اضافته ويضيف قيمه ويضيف طريقته. أنا, انا بدي اوصل مع حضرتك كيف نتعامل مع الاشاعه؟ يعني كثير رائع، احنا الان يعني بمجتمعات العالم الثالث نتعامل بود وبحب وكثير من الناس اللي ما تعلموا منهجيه التحقق العلمي، اي شيء بالضبط الاستقصاء والتحقق والتثبت، مم. اي شيء بيسمعه بالنسبه له يعتبر مستلم. مسلمه وحتى ممكن يقسم لك يمين انه هذا الحكي صح ودقيق اولا بدك تعرف شيء انه خلق الاشاعات المدروسه والمخططه يخلق نوع من الشرخ في التوافق العام في المجتمع وإحنا شفنا في الأيام الأخيرة الإشاعات اللي صارت كل واحد صار على الفيس ينزل صورة ويقول لك هذا انحذف من المنهج هذا أضيف للمنهاج وصارت الناس تجيب كتب من تونس وكتب من 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 دول أخرى ومن المغرب ومش عارف من وين وصار الكل يضيف ومش عارفين شو اللي بالمناهج الأردنية وبالمناهج غير الأردنية أنا دوري كشخص أتلقى هذا الخبر أولا علي أن لا أنقل هذا الخبر نهائيا ثانيا حتى يعني موضوع الكوبي بيست هذا, هذا لازم أبداً يلتغى ابدا غير يعني لسه بشكل عام يعني احنا لا نتحدث عن هذه القضيه، احنا بشكل عام نتحدث عن موضوع الاشاعه وهي كثير بتعمل زعزعه في المجتمع وفي لبنات المجتمع أكيد. وفي معايير كثيره في المجتمعات وخصوصا انه يعني انا والله يعني بقدر اخذ من موقعك تقدر تاخذ يعني هاي القضيه لازم يكون فيها تحري اكثر. <applause> يعني التحقق هو مطلوب بين الناس، انت سمعت شيء نعم يعني نعم. قبل ما تنقل بدك تتاكد انه هذا الشيء صحيح 100% وثانيا اذا شعرت حتى لو كان صحيح ان نقل مثل هذا الخبر قد يؤدي الى احداث نوع من التخلخل في في البنى الاجتماعيه وفي الهيكل الاجتماعي وفي التوافق تروح. العام عليك ان لا تنقل هذا الخبر يعني كل شيء وخاصه في مجتمعنا الاردني كل شيء ان شاء الله سيتم دراسته والتعامل معه بصوره سهل. منهجيه وبصوره بصورة حكيمة فقضية التناقل هذا غير العادي وخاصة الموضوع اللي حضرتك ذكرتيه يعني أنا بسميها الإشاعة الإلكترونية م. وهي سهلت كمان موضوع الانتشار الانتقال. الانتشار صحيح. كل شيء بيجينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما تتأكد أنه حديث أو مش حديث قال فلان صرح فلان والناس بتأخذه وبتبث بتأخذ وبتبث يعني يا جماعة تروش شوي حتى أنا لاحظت أنه هذا التوجه موجود حتى في الأوساط العلمية مم. يعني أنا عضو في عدة جمعيات وبعض الجمعيات لها صفة علمية مم. وفيها معظم الناس من حملة الدكتوراه ومن حملة الشهادات المتقدمة وتعليم عالي أه وبلاحظ نفس التوجه يعني لا, لا نعم. تختلف كثير نعم. هذه المجموعات والجروبات عن أي جروب آخر يعني الكل عم ما لهاش علاقة ثقافة أو مستوى التعليم آه يا إيه إيه جماعة علاقة تروه بال... شوي يعني بال... مش بهالصورة اللي, يعني موقف اللي عم الشخص نعم أنا بدي أشكر تم... حضرتك دك دكتور عاطف شواشرة شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الكلام والمشاهدين الكرام شكرا. بدي أقدم لحضراتكم هذا التقرير من إعداد الزميلة أروى الزعبي حيث زارت زميلة أروى زارت المؤتمر العلمي الأول اللي جمعية أسرتي بالتعاون مع أكاديمية الهمة الدولية المؤتمر كان تحت شعار أو تحت عنوان الاختراق الإلكتروني للأسرة نتابع وإياكم تفاصيل المؤتمر